ورحمة الله. مرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة للربح من الإنترنت. درس اليوم سيكون قوي جدا، استفيد منه، استعلم خبرة أو استراتيجية كيف ستقوم بالربح من جوجل والاستعانة بمواقع أخرى. كل شيء مجاني في هذه الطريقة وللمبتدئين. الطريقة بسيطة، تحتاج منك يوميا شغل 15 دقيقة، وإن شاء الله ستبدأ في حصد الأرباح الخاصة بك. بعد مرور أسبوع أو أسبوعين ستصل أرباحك أكثر من 200 دولار أو أكثر إخواني 1000 دولار شهريا بهذه الطريقة. ولو كنت مبتدئ، أشخاص كثر منهم متابعي قناة أرسلوا لي إثباتات نجاح هذه الاستراتيجية، وخاصة الأشخاص المنضمين إلي في التليجرام. هنا الاستراتيجية التي سنعمل عليها، ستربح من جوجل فقط، تستطيع تطبيقها في أشياء كثيرة، لكن يبقى موقع جوجل هو الموقع الرسمي والأساسي للربح من الإنترنت. ستستفيد منه كثيرا إذا تعرفت على الطرق التي ستربح منه. قبل بداية الشرح، أرجو الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. لا تنسى إخواني تفعيل زر الجرس، لأن الفيديوهات لا تصل لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. وأيضا هذا الفيديو كما تشاهدون يوجد فيه طريقة الحصول على كانفا برو مجانا لكل المتابعين، ستستفيد منها كثيرا، وإن شاء الله سنشتغل عليها في فيديوهات قادمة. لذا أرجو أن تقوموا بمشاهدة هذا الفيديو. جيد، نبدأ الشرح على بركة الله. سأقدم لكم سكريبت إخواني، هذه السكريبت تستطيع تغييرها، وسأقدم لك موقع لتغيير هذا السكريبت، يعني جميع الأشخاص يستخدمونها. أول شيء سنربح منه هو موقع فايفر إخواني. كما تشاهدون، فموقع فايفر من أقوى المواقع للربح من الإنترنت، وخاصة في الخدمات المصغرة، وليس المصغرة فقط، فتوجد خدمات إخواني كبيرة. موقع فايفر يتحصل على زيارات تصل إخواني إلى 62.8 زيارة شهرية، يعني 62 مليون، عدد كبير جدا. نحن لن نضع أي خدمة من هذه الخدمات، سنستفيد من خبرة وأيضا خدمات التي يقدمها أشخاص، الخدمات التي يقدمها الأشخاص في هذا الموقع وهم محترفين، يعني لديهم إخواني خبرة كبيرة في هذا المجال، وأيضا لديهم تقييمات خرافية. ولنفرض أننا سنبحث في فايفر على مثلا grow your business with Instagram، يعني قم بتطوير العمل الخاص بك الذي تعمل عليه في الانستغرام. هنا هذه الجملة معناها أنها يعني كيف ستقوم بتطوير العمل الخاص بك بالانستغرام وإضافة أرباح خاصة بك. يوجد أشخاص لديهم انستغرام ولديهم شركات أو أي شيء، لكن لا يعرفون جلب متابعين لهم، ولكن يريدون متابعين في نيتش معين، يعني مجال معين، ليس شراء متابعين فقط. نحن نحتاج لأشخاص يقومون بنشر في الحساب الخاص بنا، وأيضا تسيير الانستغرام بفضل قوائم بريدية وكل شيء. هنا عند البحث هنا ستجد الكثير من الأشخاص يقدمون هذه الخدمة، ولنفرض أن هذا الشخص يقوم بتطوير البيزنس الخاص به ولديه 5 مبيعات. هنا هذا الشخص أو هذه الآنسة لديه أكثر من 1000 خدمة، يعني شيء خرافي. مثلا سنأخذ هذه، وهنا أيضا the best seller، يجب أن تختار هذه الخدمة، ستقوم بأخذها هكذا وتشاهد المزايا التي تقدمها هذه الآنسة. هنا تخبرك أنها ستقوم بتطوير البيزنس الخاص بك، سأقوم بالترويج وإدارة تطوير صفحة الإنستغرام الخاص بك بشكل عضوي، يعني بشكل شخصي. وهنا توجد 3 خطط، البيزك والستاندر والبريميوم. البريميوم إخواني في 30 يوم 100% سبيد إنكريزيس، يعني تحصل على من 100 إلى 500 فولور بار مونث، وحقيقيين وفي نفس النيتش الخاص بك. المتابعين من نفس النيش الخاص بك صعب الحصول عليهم، فمثل هذا الأشخاص يشتغلون بالقوائم البريدية إخواني. وناس تشاهد المزايا التي تقدمها وكل شيء. نحن نحتاج هذا الشخص لكي يعمل معنا، أو هذه الآنسة لكي تعمل معنا. هي هنا إخواني 140 دولار للبريميوم، والبيزك ب90 دولار. نحن سنقوم بالتوجه في الأسفل في فايفر، سنجد أفيليت بروجرام، نضغط هنا
عفوا الأفيليت بروجرام سنجدها في الأسفل هنا كما تشاهدون، يخبرك أنه تنضم إليه ثم ستقوم بالترويج الرابط الذي تريد وستحصل على الكوميشن. الكوميشن لمن يريد معرفة الكوميشن يقوم بالضغط على كوميشن بلان. في الكوميشن بلان إخواني ستجد هنا توجد عروض من 100 من 15 إلى 150 وعروض من 10 سي بي اي من 10 دولار الى 10% ارباح. هنا ايضا هنا شاهد الارباح فايفر افيليت، فايفر ليرن، فايفر بيزن. انت يكفيك مطالعه هذه البلان لمعرفه الارباح التي ستحصل عليها. كما قلنا اخواني هنا تستطيع وضع او مشاهده الفري فايفر سي بي اي كوميشن، هنا الارباح التي تحصل بها. بعد التسجيل تضغط على ستار ايرنينج، ستقوم بالتسجيل بطريقه عاديه. جيد، هنا تملأ المعلومات الخاصة بك وهنا ستبدأ بتسجيل بطريقة عادية. أنا سأدخل إلى حساب لكي لا نضيع وقت في التسجيل لأن طريقة التسجيل سهلة جدا. هنا كما تشاهدون هذا هو الداشبورد الخاص بفايفر، هنا سجل الأرباح الخاصة بك. يعني أنا لا أعمل عليه، فقط أردت أن أشرحه لأنه فيه أشياء جيدة ستستفيد من خبرة أشخاص لديهم خبرة قوية. بضغطة زر وتربح أرباح لا بأس بها. هنا ستظهر عدد ضغط يونيك كليك، عدد الضغطات الحقيقية، وأيضا هنا الإمبريشن والأرباح الخاصة بك، ستجدها هنا الكوميشن أو هنا في البالانس. لكي نأخذ رابط خدمة ما مثل هذا الخدمة، سأقوم بأخذ هذا الرابط هكذا كوبي وأتوجه إلى فايفر وبالضبط في ديفو أند ديب لينك، ثم ستضغط على هذا الخيار وتضغط على باست، تضغط هكذا ثم تقوم بالضغط عليه مرة أخرى. هذا هو الرابط الذي ستروج له، ستنسخه من هذا الخيار. تقوم باختصاره أيضا في موقع بيتلي لأنه كبير. هنا سندخل في بيتلي، إحدى مواقع اختصار الروابط المجانية، موقع بيتلي. ننتظر قليلا فقط إلى أن يتم فتحه. هنا في موقع بيتلي تستطيع هنا إخواني اختصار فتح حساب لكي تعرف عدد الضغطات وكل شيء. هنا تضغط على create ثم تقوم بنسخ الرابط، تضغط على create. جيد، أصبح لديك رابط، تقوم بنسخه وتضعه، تضعه هنا في نوت باد جديد. أعتذر عن الإطالة، هنا نيو تكست وأقوم بوضعه كنترول في. جيد، هذا هو الرابط الذي سنروج له. الآن كيف سنربح من جوجل باستخدام فايفر؟ أول شيء ستقوم بالتوجه إلى جوجل وستقوم بالبحث على، المهم أن يكون تستهدف إخواني الأجانب. هنا في جوجل ستتوجه إلى جوجل وتقوم بكتابة أي نيتش تريده، وأنا خيرت اخترت نيتش إخواني خاص بي، هنا خاص بمثلا كافي أو ريستوران أو مثلا مطعم أو أي شيء، وأضيف كلمة البلد الذي تريد استهدافه، ومن الأحسن استهداف يونايتد ستيت أو كندا أو أستراليا أو أي شيء. بعد الضغط على يونايتد ستيت ماذا ستفعل؟ ستجد الكثير من المقاهي التي تستطيع الترويج لها. هنا ستضغط على مثلا هذه القهوة أو الكافي هاوس، هنا هذه متوفرة في يونايتد ستيت، هنا الموقع الأصلي خاص بها، الرابط الخاص بالموقع الخاص بها تستطيع زيارته هكذا، أيضا هنا رقم الهاتف إذا أردت التواصل، وأشياء كثيرة نستطيع الاستفادة. التقييمات 4.7 شيء جيد، أشخاص يعلقون، وهنا المنتجات التي يبيعونها، يعني كل شيء ستجده هنا. بالإضافة إلى الموقع الخاص بهم ستجد صفحة الفيسبوك الخاص بهم والإنستغرام، وهذا ما نبحث عنه. أيضا مثلا هنا بعض الأشياء التي يقومون بعملها، شاهد القهوة هو من أين يأتون بها، يعني أشياء كثيرة. وهنا التواصل، وأيضا رابط الإيميل نحتاجه، ستضغط على كونتاكت، ستجد صفحة الكونتاكت هنا، هنا سند، هنا الإيميل،
هنا صفحة الانستغرام. جيد، تستطيع زيارة الانستغرام الخاص بي، تضغط على كوبي عفوا، هنا سأقوم بالضغط على كوبي لينك ادرس. جيد، أقوم بفتحه مثلا في حسابي الأول، أضغط على الانستغرام أو أقوم بفتحه هكذا مباشرة. ستجد أن الانستغرام الخاص به متعلق أيضا بالقهوة، أيضا لديه متابعين، يستطيع أيضا تطوير المتابعين، وهنا صفحة الموقع الخاص به وكل شيء. شاهد، أعتقد أن هذا الشخص لديه شخص يقوم بإدارة الحساب الخاص به، نحن نبحث على شخص يكون الحساب الخاص به ضعيف، ولنفرض أننا سنجد الكثير من الأشياء. تستطيع البحث مثلا هنا، اخترت أحد الحسابات المتوفرة، أيضا تستطيع مثلا مشاهدة هذا الحساب. أيضا هنا سنبحث على مثلا كافي، سأقوم بكتابة أحد هذه ظهرت لي هكذا. هنا في حساب فيسبوك سأقوم بأخذ هذا الاسم وأبحث عليه في الانستغرام، وهنا سنشاهد رابط الصفحة الخاصة بهم في الفيسبوك، أضغط على أوبن، شاهد صفحة الفيسبوك. مثلا اخترت هذا الكافي، التقييم جيد، هنا صفحة الفيسبوك، وهنا الإيميل، نحتاج الإيميل. يوجد أيضا مواقع أخرى إخواني، تجد صفحة مثل هذا الموقع أو مثل هذه القهوة إخواني أو الكافي، يوجد فيها الإيميل الخاص به، ستجده في صفحة الكونتاكت أس، مثل هذه الصفحة. شاهد كونتاكت أس، ستجد الإيميل هنا، أو ترسلهم بوضع رسالة هنا. وتوجد مواقع تضع صفحة فيسبوك ليس لديها موقع، تقوم بأخذ الإيميل من هنا وتبدأ. هنا سنقوم بالتوجه إلى حساب الفيسبوك الخاص بهم، عفوا حساب، سنبحث على هذا الاسم في الانستغرام، إذا كانت لديها صفحة في الانستغرام ستظهر الصفحة مباشرة. باست، اضغط على انتري. جيد، هنا لديها 7000، يعني هذا الشخص أو هذه القهوة تستطيع إخواني مراسلتهم والاستفادة من تطوير حسابهم الانستغرام لكي يصبح مثلا 10000 متابع، وأيضا يكون هذا الحساب إخواني، يكون هذا الحساب مصدر إضافي لأرباحه. كيف ستفعل ذلك؟ ستقوم بأخذ الإيميل، الإيميل سنأخذه من الموقع أو من الحساب، دائما نجد الموقع هنا أو صفحة الفيسبوك. هنا الإيميل الخاص بهم، هذا هو الإيميل لمن يريد مراسلتهم. جيد، كوبي، أعود إلى الجيميل الخاص بك، مثلا سنعمل على هذا الجيميل، أضغط على أوبن وأختار من هنا الجيميل، وهنا ستختار، هنا سيأتي دور السكريبت الذي سنعمل عليه. في الجيميل سأضغط على كومبوزي، وهنا تستطيع تكبيرها لكي تعدل. هنا سنضغط على الإيميل. جيد، وهنا سنضع السابجكت. السابجكت إخواني أنا اخترت لكم هذا السكريبت، السكريبت إخواني جيد، تستطيع قراءته، مثلا السابجكت ترجمته ومفهم كل شيء. هنا سأضغط على تراديكشن لتشاهد المعلومات التي قمت بكتابتها، موضوعات، أسرع طريقة لتنمية أعمالك 3 أضعاف وأرباحك. هنا ستكتب اسمه هاي نايم، وهنا عملك المذهل عبر الانترنت وإدارة نقدم نفسي ك اي كام كروز. الترجمة إخواني لا تكون دائما مثل اللغة الأصلية، ترى أن وسائل الاجتماعي قد غيرت الطريقة التي تعمل بها الشركات، خاصة المهم رسالة ستقيك من السبام، ولكي أعلم أن الجميع سيقوم بتحميل هذه الرسالة، لذا ستكون سبام. ماذا ستفعل؟ ستقوم أول شيء أخذ هذا السابجكت نسخه والتوجه إلى موقع نعمل عليه سبيم بوت، موقع جيد. ستقوم بإعادة صياغة هذا النص، تضغط على
تضغط على سبين عفوا هكذا باست كنترول في، وهنا سنضغط على ننتظر فقط هنا كما تشاهدون إخواني طريقة العمل تختلف الآن. تضغط على باست لكل الفقرة خاصة بك. هنا I am جيد، نعدل على كل شيء. أضغط على بيزك سبين، هنا سنقوم بنسخها هكذا كوبي. ما سنفعله الآن سنقوم بوضع هذا سكريبت في الجيميل هنا باست، أعتقد أنها احترافية. نقوم بالتعديل على الأخطاء الإملائية والنحوية مقدمة من جوجل. Fine raining I know. جيد، هنا فقط يوجد شيء مهم وهو إضافة كما قلنا الشيء الثاني وهو السبجكت. يجب عليك إضافة السبجكت، هنا سأقوم بنسخ هذا السبجكت وأقوم بوضعه هنا كنترول في. مثلا هنا سأغير إلى 10 أضعاف. كل شيء جيد. هنا كما تشاهدون كليك هير، سنقوم بوضع الرابط الخاص بفايفر هنا، هذا هو الرابط الخاص بنا سأقوم بنسخه. لا تكثر من الرابط لكي لا تحضر الرسالة الخاصة بك. هنا لكي تضع الرابط ستضغط على هذا الخيار هكذا وتضغط على اللينك، ستجد اللينك هنا. هنا اللينك جيد، عفوا اللينك في هذا الخيار. كنترول في واضغط على اوكي، تم وضع الرسالة جيدة. اضغط على سند، تستطيع نسخ هذه الرسالة وارسالها لجميع الاشخاص. فقط هنا نسينا شيء وهو الذكر. مثلا هنا يجب عليك كتابة مثلا اسم القهوة او الكافي الذي قمت بمراسلتهم. كوبي، اقوم بوضعها هنا. كنترول في عفوا، العودة من هنا اذا اخطأت، قم بالعودة من هنا. هنا ستقوم ب كنترول في وتقوم باخذها من هنا لكي يتم نزع منها كل التغيرات الخاصة بالسيو. جيد، وهنا اضغط على السند. الان انا ارسلت رسالة لشخص او لشركة ما. عندما يقوم بقراءة الرسالة اخواني، عندما يقوم بارسال الرسالة ستجد ان الشخص عندما يقرأ الرسالة ستظهر له وسيقوم بقراءتها. سنعطي لك مثال كيف سيحول مباشرة الى فايفر. سأرسل رسالة من ايميل الاصلي الى هذا الايميل. شاهد اخواني ارسلت الرسالة فهي في الانبوكس كما تشاهدون قناة الارباح، يعني فقط قم بالطريقة التي ارسلتها ستصل مباشرة الى الانبوكس. عندما يضغط هنا سيتحول مباشرة الى رابط العمل، وبالتالي ستحتسب خدمة لك. اذا اشترك في بيزك 90 دولار ستأخذ ارباح لا بأس بها 10 أو 15 دولار. ايضا من هنا هنا البيزيك ستاندار والبريميوم ستربح ارباح لا بأس بها، وستجد الضغطات الخاصة بك في فايفر ستجدها يوميا تتزايد. هنا الضغطات كل يوم تنضاف الضغطات خاصة بالريجستر او بتسجيلات للاشخاص، وبالتالي ستحصل على ارباح. هذا هو درسنا اليوم. اذا وجدت اي مشكلة تواصل معنا، ومن يريد خدمة انشاء موقع فليتواصل معنا. سنقوم بإنشاء موقع احترافي، فقط يشاهد الفيديو الذي وضعناه في القناة منذ يومين، فيديو مشروع العمر مجانا هنا، وتواصل معنا هذا الفيديو. وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.